رقم قياسي جديد بشأن أعداد المقتحمين للأقصى المبارك. خلال أسبوع عيد العرش العبري تجاوز 4500 مستوطن وفق ادعاء المنظمات الاستيطانية. على الأرض تسجل انتهاكات متواصلة ليس لجهة تدنيس قدسية المكان فحسب، إنما بحرمان الفلسطينيين من حق العبادة. كل يوم ضرب واعتقالات وتنكيل، وزي ما انت شايفة شفت بعينك هلا، كل يوم هيك. لن أكل ولن أمل، لن أكل ولن أمل. إحنا الشعب الجبارين جربنا ندخل على صلاة الفجر، نصلي الفجر، بدنا نصلي نقعد نرتاح، جينا من سفر ساعتين تمنعنا من الدخول. شو السبب؟ من فوق 40 سنة. يعتقد كثير من الفلسطينيين أن هذه السياسة تجرى في إطار التقسيم الزماني للأقصى، حيث تفرغه شرطة الاحتلال من الفلسطينيين تزامناً مع اقتحامات المستوطنين، تمهيداً لواقع أخطر قد يفرض التقسيم المكاني أيضاً ويضرب بعرض الحائط القانون الدولي. المسجد الأقصى لن يقسم، هذا مكان إسلامي لا يقبل القسمة ولا الشراكة، لا يمكن أن يقسم المسجد الأقصى المبارك مهما فعلوا مهما عملوا لن يقسم. وتأكدي تماما بأنهم يعلموا جيدا بأن أي أمر يغير طبيعته القانونية والدينية ستكون هناك حرب دينية في هذه المنطقة وفي العالم. أسبوعان قبل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية يحاول اليمين الإسرائيلي كسب المزيد من الشعبية بين جمهور المستوطنين، كيف بالمزيد من العدوانية ضد الفلسطينيين؟ انفلات المستوطنين لا يقتصر على أزقة البلدة القديمة، فأحياء أخرى تشهد اعتداءات خطيرة تستهدف المقدسيين في منازلهم، اعتداءات تجري تحت حماية الشرطة يشهر خلالها المستوطنون ونواب في الكنيست أسلحتهم في وجه أصحاب الأرض. هناء محميد، القدس المحتلة، الميادين.